يوم ما فتاة الجزيرة. بالتزامن مع استمرار توقف الإعلام الرسمي، أقام نادي عدن للإعلام المرئي ندوة جمعت لفيفة من الإعلاميين تحت عنوان دور وأهمية الإعلام في الحرب والسلم. طبعا كلنا نعرف بأنه الإعلام الحكومي عندنا في مناطق كثيرة بالمحررة ما غطتش الذي كانت لازم بسبب عدم تشغيله، طبعا أسباب كثيرة، ولهذا نرى أن النادي المرئي قام بدور لا بأس به في تغطية بعض الأحداث بالإضافة إلى المواقع الاجتماعية. تخللت الفعالية شهادات أدلى بها أبرز الإعلاميين الذين شاركوا في تغطياتهم لأحداث الحرب، تحدثوا فيها عن الدور الإعلامي والصعوبات التي واجهتهم أثناء الحرب. الإعلاميين والإعلاميات على عاتقهم مهام كبيرة وجسيمة جدا في فضح وكشف الانتهاكات التي تقوم بها بالجملة الميليشيات الإنقلابية الحوثي وصالح، إضافة إلى معالجة من خلال قضايا الناشر، معالجة قضايا المجتمع في المحافظات المحررة. توقف وسائل الإعلام الرسمي انعكست آثاره على شريحة واسعة من الإعلاميين الذين لجأوا لأعمال أخرى. أيمن أمين أحد كوادر قناة عدن الرسمية لجأ إلى عمل بسيط بعيدا عن مجال الإعلام ليغني عن الحاجة. بعد ما خلصت تقديم حفل في عدن، دوامي هنا الآن شغل هنا في محل إنترنت وكمبيوترات وإلى آخره، ما لقيتش شيء يعيلنا العيش في عدن غير العمل في مقهى إنترنت، باعتبار أن الإذاعة والتلفزيون مغلقة في عدن والظروف المعيشية بشكل عام في عدن سيئة ومتردية، إلى جانب توقف راتبي من قبل الحوثيين لأننا نحن نستلم رواتبنا عن طريق صنعاء كنا. تعد مدينة عدن رائدة في الإعلام بالجزيرة العربية، وفي ظل إغلاق وسائل الإعلام الحكومية يتأمل الإعلاميون من وزارة الإعلام عودة دور وأهمية وسائل الإعلام الفعالة في المجتمع لتوصيل رسالة هادفة إلى العالم. للإعلام أهمية كبيرة، فهو سلاح ذو حدين. هنا بهذه الاحتفالية يسلط نادي الإعلام المرئي الضوء على دور الإعلام سواء في الحرب أو السلم. مروة السيد، قناة بلقيس، عدن.